نكمل في موضوع النورمال انسيدنس. ناخذ انذر سبيشال كيس. فور ذيس سبيشال كيس راح نعتبر ان الوسط الاول والوسط الثاني بوث ار لوسلس. بوث ميديا ار لوسلس يعني سيجما 1 ايكوال 0 سيجما 2 ايكوال 0 طبعا مع اختلاف ايبسيلون 1 وميو 1 مختلفات عن ايبسيلون 2 وميو 2. فلما يكون الوسطين لوسلس في عندنا كمان تو كيسز اندر ذيس سبيشال كيس بناء على قيمة الانترنسيك امبيدنس. فكيس A اف ايتا 2 اكبر من ايتا 1 نعرف انه اذا كان الوسطين لوسلس فايتا قانونها راح تكون ايتا نود في جذر ميو ار على ابسلون ار تحت الجذر. يعني ايتا 1 راح تكون ايتا نود في ميو ار 1 على ابسلون ار 1 تحت الجذر وايتا 2 بتعوض فيها ميو ار 2 ابسلون ار 2. طيب فاذا كانت ايتا 2 اكبر من ايتا 1 معناته ذا ريفليكشن كوفيشنت جاما راح تكون بوزيتيف فاليو لانه جاما ايكوال ايتا 2 ماينس ايتا 1 على ايتا 2 بلس ايتا 1. وحن الحالة اللي اشتغلناها قبل شوي كانت جاما از نيجاتيف فاليو. فلما تكون جاما از بوزيتيف وخلنا نحكي فور ايديال كيس اور فور على جنب هون لما جاما ايكوال موجب واحد احنا اشتغلنا جاما ايكوال سالب واحد وعرفنا ان الالكتريك فيلد طلع معنا 2 اي نود ساين ساين والماجنتيك فيلد كان 2 اي نود على ايتا كوساين كوساين. هل لما تكون جاما موجب واحد الالكتريك فيلد راح يكون كوساين كوساين والماجنتيك فيلد راح يكون ساين ساين. ففور ذيس كيس نتوقع ان الـ E1 راح يكون 2 E incident node في كوساين بيتا 1Z في كوساين أوميجا T. أو مش شرط نحكي E1 ممكن تكون هاي لأنه راح تكون إلكتريك فيلد إحدى المناطق فخلنا نشيل رقم واحد من هون ونشيل رقم واحد من هون. يعني إن جنرال لما تكون جاما إيكوال واحد فراح تكون الستاندينج ويف في المنطقة اللي فيها الموجات 2E incident O كوساين بيتا Z كوساين أوميجا T والماجنتيك فيلد راح يكون 2E incident O over إيتا في ساين بيتا Z في ساين أوميجا T. القصد هل اللي بدي أحكيه إنه هاي لأكبر قيمة لجاما إيكوال موجب واحد. طب لما تكون جاما في الحال اللي بندرسها هلا لما تكون جاما موجب ولكن ما وصلت موجب واحد ستيل الاكسبريشن راح يكون فيه كوساين كوساين لكن راح يكون في عنا هون الامبليتيود ما راح يكون واضح بهذا الشكل انه 2 اي انسيدنت او لانه حصلنا على الماجنتيود واضح بهذا الشكل انه قدرنا ناخذ اي انسيدنت او عامل مشترك لانه كانت قيمه جاما ايكوال واحد فقدرنا ناخذ عامل مشترك ووضحنا البقيه بايلرز ايدنتيتي حولناهم لساين او كوساين. بس لما تكون جاما مثلا 0.5 او 0.6 ما راح تقدر تاخذ ما راح يكون في عندك بيور كوساين ويف او بيور ساين ويف تقدر تطبق عليهم ايلرز ايدنتيتي. بس في شيء واضح بهاي النقطه انه الخلاف راح يكون في الامبليتيود ليفل وليس الاختلاف راح يكون في اللوكيشن لزيرو كروسنجز. معناته بنقدر نعتمد على جاما ايكوال بلس 1 تنطلع اماكن ال الماكسيموم وأماكن المينيموم لما يتقاطعوا مع الزد أكسس. فمثلا متى الإلكتريك فيلد راح يكون ماكسيموم فنشوف the maximum value of the electric field the maximum value of the electric field. okay, وهذا الحكي ينطبق سواء كانت جاما موجب واحد أو كانت جاما بوستيف. ماشي الفرق بيناتهم انه اذا جاما موجب واحد راح يصل للماكسيمم اللي هو 2 اي انسيدنت او واذا كانت جاما موجب ولكن ليس واحد برضه راح نطلعها لنفس مكان الماكسيمم بس ما راح تكون قيمه الماكسيمم اللي هو 2 اي انسيدنت او راح تكون سم فاليو. ذا ماكسيمم فاليو اوف ذا الكتريك فيلد ار لوكيتد ار لوكيتد لانه راح نطلع اكثر من ماكسيمم لانه هو بيريودك فانكشن. فمتى راح نطلع قيم الماكسيمم بدنا نشوف مدام احنا نشوف الماكسيمم على الزد اكسس. يعني هيك لما رسمنا الرسمه قبل شوي كان في عنا هنا زد اكسس وكان هون الاكس اكسس وكنا راسمين الرسمه somehow on the negative z يعني for z less than 0 يعني كانت هاي النقاط هون مثلا ناقص لمدا على 4
هون ناقص لمدة على 2، هون ناقص 3 لمدة على 4، هون ناقص لمدة، وهكذا. الناقص للدلالة على أن الرسمة كانت في المنطقة اللي هي زد أقل من 0. طيب، القصد اللي بدنا نحكيه هلا أنه عشان نشوف أماكن الماكسيموم بدنا نشوف متى الكوساين is maximum، لأنه 2e incident o هاي تمثل الماجنتيود، هاي دائما constant number، وكوساين أوميجا t لما تعوض فيها a certain t زي ما عوضنا قبل شوي، إما 0 أو t على 8 أو t على 4، راح تقلب رقم تنضاف للماجنتيود. فالرسمة اللي بترسمها فعليا هي الكوساين بيتا زي. فمتى الكوساين is maximum بدك تشوف هون the maximum values of the electric field are located okay when بيتا زد ماكس equal ان في باي. ليش؟ لما الكوساين يكون ماكسيمم، الكوساين بيكون ماكسيمم عند الزيرو او باي او ملتيبل اوف باي، لانه كوساين الباي راح يكون ناقص 1، كوساين 2 باي راح يكون 1. يعني احنا قاعدين نطلع الماكسيمم فاليوز، يعني خلينا نحكي البيك فاليوز، سواء الماكسيمم كبيك اكبر قيمة في الموجب او اكبر قيمة في السالب. طيب، فبيتا زد ماكس راح يكون ان في باي، راح نحط هون اشارة سالب. هاي الاشارة سالب لانه الرسمة عندنا اياها موجودة فور زد اقل من زيرو، ماشي، لأن القيم هون زي ما احنا حاطين على الجراف ناقص لمدة على 4، ناقص لمدة على 2، ناقص لمدة. إذا كانت الرسمة مرسومة على البوستيف زد سكيل فبتشيل إشارة الماينس اللي هون، معناته قيمة الزد ماكس راح تكون بهاي الحالة ماينس ان باي اوفر بيتا، والبيتا ايكوال 2 باي اوفر لمدة. معناته أماكن الزد ماكسيمم راح تكون ماينس إن لامدا أوفر 2، وقيم إن إيكوال 0 1 2 إتسترا. أوكي، طبعا أجين قيم الماكسيمم المقصود بها خلينا نحكي الأبسوليوت ماكسيمم، يعني ماكسيمم للبوستيف سايكل أو الماكسيمم للنيجاتيف سايكل راح تكون عند هاي الأماكن. طيب، وين أماكن المينيمم؟ أماكن المينيمم طبعا بدها تكون قيمهم زيرو، هون هاي مينيمم، هون انذر مينيمم، لما الكوساين يكون مالتيبل اوف 90 ديجريز. The minimum values of the electric field occurs at beta z minimum equal، طبعا باي على 2 هي واحدة منهم، بس عشان تاخذ كل القيم بدك تاخذ هنا 2n plus 1 باي على 2. طيب، هون نحط اشارة ماينس اجين لانه الرسمة موجودة على النيجاتيف زد اكسس، ونحلل البيتا equal 2 باي اوفر لمدا. هلا ليش 2n plus 1؟ لما n equal 0 بتصير عندك باي على 2، لما n 1 بتصير 3 باي على 2، وهكذا. يعني z minimum راح تكون minus 2n plus 1 في لمدا over 4. هاي اماكن ال z minimum، طبعا n equal 0 1 2 etc. طب هذا الحكي لما تكون جاما موجبة. Now for case b، يعني when eta 1 is greater than eta 2 جاما راح تكون نيجاتيف. واحنا شفنا الحالة لما تكون جاما is maximum negative، يعني جاما minus 1، ان الالكتريك فيلد راح يكون شكله 2e incident o sin beta z في sin omega t. فنفس الشيء بدنا نطلع اماكن ال e maximum وال e minimum. طبعا اماكن ال e maximum راح تكون المينيمم للحالة الأولى، وأماكن الإي مينيمم لهذه الحالة راح تكون أماكن الإي ماكسيمم للحالة الأولى. طيب، فأماكن الإي ماكسيمم راح تكون لوكيتد لما زد ماكس إيكوال ماينس 2N بلس 1 لمدا أوفر 4 و N إيكوال 0 1 2 إتسترا. طبعا هاي القيمة نحصل عليها لما الساين إيكوال ماكسيموم، متى الساين بيكون ماكسيموم؟ لما يكون مالتيبل اوف لمدا او مالتيبل اوف باي على 2.
واللوكيشن اوف اي مينيمم راح نحصل على لما زد مينيمم ايكوال ماينس ان لامدا اوفر 2، وهي بنحصل عليها لما الساين ايكوال صفر. ومتى الساين ايكوال صفر؟ لما يكون مالتيبل اوف باي. اجين اشاره الماينس معناها لانه الرسمه مرسومه على النيجاتيف زد اكسس.